بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض الشيت براوزر. ايه هو الشيت براوزر؟ شايف الايقونه اللي تحت ديت؟ ده بيفتح الشيت براوزر. ده بيقول لي ايه الملفات اللي موجوده دلوقتي. تقدر تفتح اي ملف او تعمل امبورت لاي ملف، ولكن مثلا ام بي الاستراكشر. تقدر تعمل امبورت لملفات كاد او بي دي اف. يعني خلينا نجرب موضوع البي دي اف دوت. هل في هنا امتداد البي دي اف؟ خلينا نقول له كل ملفات. تمام، هتلاقي اوتوكاد اهوت. تعال نفتح ملف اوتوكاد. تمام، تقدر تدوس على ملف اوتوكاد يفتحه لك. تمام، تقدر تقول له انا عايز اشوف ملفات بي دي اف. اهوت. تمام، ده هيسهل لك كتير لما تيجي تحصر. لو انت عايز تحصر حاجه من كاد او من بي دي اف، تقدر تحصرها من خلال برنامج نفس وركس. لو في هنا برضو بي دي اف، هو بيبقى كل الامتدادات زي ما انت شايف. ممكن مثلا ملف زي دوت اقول له اوبن. هيبدأ يفتح لي الملف البي دي اف، وده هيساعدني لو انا عايز اعمل حصر. فتقدر تشوف الملفات بالشكل دوت او بالشكل دوت، وتقدر تعمل لها امبورت زي ما انت عايز. تقدر تبدل بينهم زي ما انت عايز. كل ملفات البي دي اف تلاقيها موجوده هنا. تمام، وكل ملفات الاوتوكاد تقدر تبدل بينهم بسهوله، وتقدر تعمل سيلكت وتعمل حصر كل العناصر الموجوده.